بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. موسى عليه السلام عندما أفاق ماذا قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانك. علم موسى عظمة الله عز وجل، علم أن الله عز وجل عظيم. قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. السؤال اللي بسأل فيه نفسي وإخواني والمشاهدين، متى نفيق ونعلم عظمة الله؟ لا إله إلا الله. إخواني، سماع كلام الله عز وجل يخشع الجبل، فما بالك إذا تجلى الله. شنو الآيات؟ الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أخي في الله، إذا أعطاك الله عز وجل نعمة فاحمد الله،